الدولة لمال معين أو مجموعة من الأموال أو ما يعادل قيمتها عند الاختلاف. الحكم بالمصادرة وجوبيا بالنسبة للقضاء، يعني متى تم إدانة شخص بجنحة من الجنح المذكورة وجب الحكم بالمصادرة كذلك كعقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية. بالنسبة للعقوبة التكميلية الأخيرة وهي عقوبة الغرق، هذه العقوبة نصت عليها المادة 253 مكرر 11 من قانون العقوبات. والغرق يتمثل في صورتين، الصورة الأولى إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، أما الصورة الثانية فهي إغلاق المحل أو مكان استغلال البرامج الإلكترونية إن تم الفعل المجرم بعلم صاحبه. يعني أن الغرق يأخذ صورتين، بداية غرق الحساب الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني، وثانيا غرق المحل المستغل لارتكاب هذه الجريمة مع مراعاة دائما حسن نية صاحب المحل. يعني متى ثبت علمه بالوقائع يحكم بالغرق كعقوبة تكميلية. بالنسبة لعقوبة المصادرة والغرق فهي عقوبات وجوبية وجب على القاضي الحكم بها متى تم إدانة شخص بإحدى الجناح المذكورة. أما بالنسبة لعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية فهي على سبيل الجواز.